الأولون سيد القوم خادمه، وقيل خادم القوم سيده، وقالوا الناس للناس من بدن وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خضب. إذا أخذنا بذلك فإن يحيى كان سيدنا حقيقة. دائما أقول وما زلت أقول أن خير ما بُيِّن به أجيالي أو الإخوة في هذا البلد أن أسسوا هذا المكان، وهو المكان الذي يجمعنا في أفراحنا وفي أطرافنا وفي مناسباتنا. أنا عرفت يحيى في هذا النادي، ويخيل أخيل إليه لولا هذا النادي ما عرفته. ومنذ الوهلة الأولى إنني أحمل له ودا خالصا لدمافة أخلاقه، ولأنه موطئ الأكناف، حسن الأخلاق، لطيف التعامل مع الآخرين. ما سمعته أغضب شخصا أبدا، وما رأيته في صخب أو صراخ مع أحد في هذا النادي على كثير ما رأينا. يحيى من الأشخاص الذين يعني غرب الله حب الخير، حب خدمة الآخرين في قلوبهم، وهم نادرون ليسوا كثر، لكنهم موجودون، ويشرف الأخ يحيى أنه منهم. خدم بهدوء تام دون رعاية، دون أن يريد من أحد شكرا جزاء أو شكورا. حقيقة أنا طلب مني قبل قليل يعني أن أقول كلمة، ولو لم يطلب مني لقلت هذه الكلمة الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة السفير عبد الله أحمد عثمان، سعادة المستشار خالد، السيد رئيس مجلس إدارة النادي، الإخوة أعضاء مجلس الإدارة، الجمع الكريم من مختلف مقاماتكم السامية، لكم التحية والحب والتقدير. وأحمد الله كثيرا وأشكره الذي جمعني بكم في الخير وعلى الخير. وعشت بينكم كل هذه السنين لم أرى إلا طيب المعشر وصدق المحبة والوفاء، وقد كان حافزا لي على تحمل التعب وقبول التكليف للعمل بإدارة النادي في منصب الأمين المالي، وقد كنتم خير عون لي وتسهيل هذا العمل بروحكم الطيبة والمعامل الراقية. ورغم أنني وبمحض إرادتي وقناعة تامة اخترت الرجوع وترك الغربة والعودة إلى بلدي وأهلي وأسرتي وأبنائي وفرحتي بلقائهم، إلا أن هذه الفرحة يتخللها شيء من الحزن والألم والمرار لفراقهم وحرماني من لمة الخميس ومجموعة السبت ويوم حلقة التلاوة يوم الاثنين والطواف على حلقة التلاوة الأخرى يوم الجمعة. أسأل الله الذي جمعني بكم على الخير وفي الخير أن لا يحرمني منكم وصلا وعرفانا. اليوم نودع أخ عزيز علينا، الأخ يحيى ياسين. فوالله يحيى ما محتاج مننا كلام، أفعاله تتكلم عنه ويعرفه الآخرون. يعني جميع الجالية السودانية بالبحرين تعرف الأخ يحيى ياسين، ذلك الرجل النشط المتفهم الذي يقنع الجميع بما فيه الخير لأبناء الجالية وللنادي السوداني. فبجد فقد عزيز علينا والله الليلة، يعني يعز علينا أن نودعه، ولكن هو بيننا، حتى ولو ذهب للسودان فهو بيننا، وتشهد كما قلت أفعاله وأعماله
بمملكة البحرين وخصوصا في النادي السوداني وبين أفراد الجالية، فهو أخ عزيز وأخ كريم نفتقده والله. لا يعني مستحيل تسمع كلمة من يحيى كلمة ما في محلها، لا تسمع منه إلا الخير وعمل الخير، والناس جميعا تشهد له بذلك. وكما قلت من شهد له الناس فقد شهد له الله، والناس جميعهم يحبونه، فمن أحبه الناس قد أحبه الله. بمناسبة وداع الأخ يحيى ياسين وهو أخ كريم، وحينما يذكر النادي السوداني يذكر الأخ يحيى، قد لا يذكر كثير من الذين عملون في رجال النادي مع التقدير لأعمالهم التي قاموا بها، ولكن حين تذكر يحيى يذكر النادي، فهو رجل كان دمث الأخلاق، وهذا أعظم شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني معنى الحديث يعني أقربكم مني منازل في الجنة أحاسنكم أخلاقا، وهو قد كان رجلا حسن الأخلاق وكان رجلا صبورا، يعني تجده في النادي كل وقته كأنه لا عمل له غير النادي، لا تسمع صوته يرتفع حتى لو ارتفعت الأصوات حوله، كان يعني مخلصا لعمله، وكان يعني هو رغم أنه مسؤول المالي ولكن لا يسأل أحد يقول له أعطيني الاشتراك أو أعطيني عليك كذا من المال، وإنما يجبرك لتعطيه. فهو قد كان يعني من الذين لهم يعني قصب السبق ولهم يعني عمل كبير من أجل النادي، وهو مثال لنقول لإخواننا جميعا إن هذا العمل لخدمة الجميع وهو لخدمة أبناء السودان، ولقد كان لصبره ولعمله ولحرصه المالي يعني جعل صبغة واضحة فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والخلق الكريم، فجزاه الله خيرا، وقد اختار أن يذهب إلى أهله، ويعني ليس للإنسان مكان يعتز به مثل وطنه، فهو ذاهب إلى أهله وإلى أبنائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يفتح له من أبواب الخير أكثر مما ترك، فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لقناة الشروق التي عودتنا دائما على هذه المبادرات، وأن تكون حاضرة في كل عمل يهم الجالية السودانية بالبحرين، والتحية لها ولكل الإخوان، السلام عليكم. شكرا جزيلا. الأخ يحيى أخ حبيب وصديق وإنسان بمعنى الكلمة، ستفتقده كل الشواطئ هنا على ضفاف الخليج، ستفتقده المدن النائمة تحلم بالتوق والخلاص إلى أرض الوطن، ستفتقده الشواطئ والبلاد، ستفتقده الشوارع، وعلى وجه الخصوص ستفتقده قلوبنا العامرة بمحبته الكثيفة. الحقيقة أنا شهادتي مجروحة في يحيى. يحيى أخي وصديقي من عام 86، وجدت فيه خير الخوة، أخ صديق وأخو أخوان. يحيى كل الناس ادتوا عطوه حقه، أنا الوحيد اللي ما بقدر أقول فيه كلمة لأنه شهادتي فيه مجروحة. يحيى بفتقده أكثر واحد أنا حافتقده في البحرين. يحيى ربنا إن شاء الله يوصله بالسلامة ونلتقيه في ساعة خير إن شاء الله في السودان، وأتمنى له كل خير وشكرا. وبالفعل الشروق هي شمس السودان المشرقة، وطبعا لو دلفنا إلى الكلام عن الأخ يحيى، الأخ يحيى والله الناس تكلم عنه الكثير وهو يستحق صراحة يعني، وأنا لو حاولت يعني ما خلوا لنا لا شاردة ولا واردة عشان نقوله، وهو رجل بشوش ورجل خلوق. أنا من ما عرفته صراحة ما دخلت هذه الدار النادي إلا ووجدت يحيى موجود فيها، إما في مكتبه كما قالوا الإخوة أو في جهة ثانية. يعني الواحد ما عارف يقول شنو. أخونا يحيى ياسين راجل عزيز علينا، زامنا أكثر من 28 سنة ما شفنا منه شيء، وبرضو الأخوان ما خلوا شيء في يحيى ياسين، ونتمنى له كل التوفيق وحياة جديدة في السودان وسط أهله، لكن برضو نحن ما حننسى يحيى ياسين وحنكون متواصلين معه وفي رعاية الله. بالبداية نشكر قناة الشروق وبالأخص أخونا شيخ الدين
لتكبد المشاغ معنا في كل المناسبات وبالأخص مناسبة الأخ يحيى ياسين. طبعا الأخ ياسين تربطني به علاقة من 40 سنة قبل البحرين من سنة 1974، وطبعا علاقة أسرية. يعني أنا الحين بعتبر يحيى ياسين أخوي، بالمشكلة أخوي دي ذاتها كلمة شوية، يعني نحن أصدقاء وحتى الناس هنا ما بعرفوني إلا كزملاء يعني، لكن علاقة يعني علاقتنا به وعلاقة أسرية، ورجل طيب ورجل كريم ورجل خدوم ورجل أخو أخوان. يعني أنا مما تعرفت به هو كل الصفات اللي اتقالت به دي كلها حقيقة، يعني الناس اللي ما يعرفونه أنا أعرفه من فترة طويلة طبعا، وعلاقتنا علاقة أسرية. يعني الحين نحن أنا يمكن أقول يعني علاقتي به الحين أغلب الناس قالوا لي أنت يمكن بعد ما تقعد في البحرين، لأنه صديقك وزميلك وأخوك ترك البحرين، وإن شاء الله ربنا يوفقه وإن شاء الله بنتقابل في ساعة خير. نودع اليوم أخ كريم عزيز علينا جميعا، الأخ يحيى ياسين الذي عمل أمينا عاما للمال بالنادي السوداني للأربع دورات السابقة، ورجل عرف عنه يعني الشهامة، ورجل عرف عنه الكرم وحسن الأخلاق والحرص على المال العام. نحن في النادي حقيقة سنفتقد يحيى كثيرا، ونتمنى له في عودته إلى السودان وفي مقتبل أيامه كل الخير والتوفيق بما قدموا لأخوته هنا في البحرين، والجهد الذي يعني بذلوا في المجتمع المدني وفي في في العمل الطوعي. له منا كل تقدير وله منا كل معزة، وسنذكره دائما، وربنا يوفقه إن شاء الله في مقتبل أيامه.